ladies and gentlemen, I'm your DJ. السلام عليكم. مساء الخير. أنا أريد أن أتحدث قليلا ليس مطولا. طبعا الوضع المشهد الليبي يزداد سوء يوم بعد يوم. الآن نسبة كبيرة من الشعب الليبي بدأوا يستفيقوا من هذه الغفلة ومن هذه الصدمة. ما عاش فيها أي وسيلة يقنع بها الشعب الليبي بأن ما حدث في ليبيا هو ثورة. بدأت كل الحقائق تتكشف أمام العالم. بدأت تصريحات من هنا وهناك. سمعت اليهودي هنري ليفي كيف تكلم وكيف صرح، كيف قال أنا واليهود دخلت مصراتة. الآن وصمة عار على جبين كل مصراتي أن اليهود وقفوا معهم في قتال إخوانهم. الآن شو بتقولوا الشعب الليبي عرب مصرات؟ الآن هنري ليفي صرح ويقول أنا دخلت أنا واليهود وندعموا في مصرات. مصرات اليوم يجب أن تنتفض على الخونة وليس أن تذهب إلى بن وليد الصمود. الآن مصرات كل تاريخها النضالي طبعا تم مسحه بتصريحات هنري ليفي، ومصرات الآن في مزبرة التاريخ. إن لم تعيد عزتها لو مازال فيها عزة أو صمود. برنارد هنري ليفي عدو الله وعدو الرسول وعدو المسلمين وعدو العرب أعلن في إذاعات المستغربين الخليجيين الحمير الخونة وقال لهم أني دخلت أنا واليهود لمصرات أمام الملأ أمام العالم. ما عاش في حاجة الآن يقول والله قالوها النصارى معمر قذافي، والله كيف ما يسموهم هم يقولوا إسلام معمر قذافي. هذه اعتراف صريح. تلاحظوا حتى في فضائياتهم طبعا بدأ الخطاب يختلف الآن حتى في فضائيات الخونة يصرحوا طبعا بدأوا يعترفوا أن اللي في الحكومة الليبية هم أمريكيين وليس ليبيين. أي دولة عندما يحكموها غير الليبيين معناها دولة محتلة. الآن يعترفوا أن ليبيا محتلة.